أنا بشرى من المغرب ومقيمة بمصر. أهلا أستاذة بشرى، تعازينا لحضراتكم وإن شاء الله المغرب تتجاوز أزمتها. اتفضلي. يا رب يا رب حبيبتي يا رب. معاكي أستاذة بشرى، يعني سامعاكي. بقدم تحية كل تعازي للمغرب الحبيب بلدي. أنا عايشة في مصر، بس الحمد لله عيلتي أهلي كلها كويسة، لكن المغرب كله بلدي كله أهلي طبعا. يعني حاجة يعني تألم القلب. أنا بشوف، أنا دايما متابعة معكم الشرق، إذاعة الشرق، يعني بتجيبنا كل حاجة واضحة، جزاكم الله خيرا. وكل تعازي لأحبابي وأهلي اللي كلهم في المغرب، ويا رب يا رب يهون علينا مصيبتنا. آمين يا رب. ويا رب يشفي المصابين ويرحم أهالينا اللي شهداء الزلزال، أسميهم شهداء، أكيد شهداء عند ربنا إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب المغرب يعدي الأزمة دي. وبشكر كل الدول الشقيقة اللي مضمنة معانا. الحمد لله المغرب بيحب الناس كلها، بيحب الشعوب كلها، وعشان كده يعني بشوف يعني ان كل الدول متضامنة مع المغرب. الحمد لله الحمد لله، ده فضل ربنا علينا. ومن يعني انا ما كرهتش دلوقتي اكون في المغرب، عشان انا مقيمة في مصر، بس الحمد لله الحمد لله بتابع كل حاجة على التلفاز، والإذاعة الشرق مش مخليانا حاجة، بنشوف كل حاجة الحمد لله. ومن هذا المنبر مشكور الإذاعة الشرق، إذاعة حق، وإذاعة توصل صوتك بكل حيادية يعني صراحة. وبشكر كل المقيمين على هذه الإذاعة، يعني صراحة يعني العجز على الشكر. وانا اسفة ان انا اللي طولت على حضرتك. لا بالعكس، احنا عايزين نسمع حضرتك. انا بس سايبة حضرتك تتحدثي، لان احنا النهاردة الحقيقة كلنا بنسمع حضراتكم وسامعين وجعكم وحاسين بيكم. وعلى فكرة رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الدكتور أيمن نور قدم التعازي، ومن أوائل من قدموا التعازي للمغرب. والجزئية الثانية اللي أنا عايزة أطمن بيها على المغرب الآن وعلى أهالينا هناك، أكيد أنت أدرى بالمناطق اللي تضررت، قولنا وضع هذه المناطق إيه؟ يعني البعض يتحدث أن قد يكون هناك لا قدر الله بعض التبعات، هل هذه المناطق تقدر تتحمل التبعات يا فندم، ولا هي يعني من المفترض أن يكون النهاردة السلطات متواجدة بشكل أكبر كثافة في هذه المناطق؟ لا أكيد أكيد إن شاء الله الدولة المغربية إن شاء الله يعني كفيلة أنها تنقد شعبها. لسه معايا أستاذة بشرى؟ أيوة سامعك دلوقتي. تفضلي يا فندم تفضلي. إن شاء الله عشان المناطق المتضررة كلها يعني بعيدة عن المدن ومناطق جبلية، فكانت يعني صعوبة الوصول إلى الإنقاذ. نعم. بس الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ربنا حيوفق السلطات المغربية إن شاء الله على إنها تنقذ أكبر ممكن من الناس إن شاء الله يا رب. وندعو دلوقتي احنا ما نطلبش الا الدعاء من ربنا، ونطلب من الله ان يساعد السلطات على عملها. امين. عشان ينقذوا اكثر ارواح، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب تكون اخر ازمات في كل الدول العربيه والدول المسلميه والعالم كله. امين استاذه بشرى. وتاني يعني في النهايه بنتمنى السلامه للمصابين والاهلنا في المغرب من المتضررين.